قبل ما تشاهد الفيديو المرجو اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. خوتنا المغاربة الله يخليكم، الله يرحم الوالدين. لما شوفوا من جيت هضر راه مريض وعاد السلطان، الله يجازيكم بخير. لما شوفوا من حالته راه حنا كنمشيو نجو السبيطارات وما داروا معنا والو. الله يرحم الوالدين، شوفوا من حالته دراج الله يخليكم، الله يجازيكم بخير. وعاد الوليدات صغيورين ومحتاجين ليه. الله يرحم الوالدين، وانا راني مقاريه وقوم مقاري ما كنعرف فين نمشي ما نعرف فين نجي. الله يرحم الوالدين. لما شوفوا من حالة هذا الراجل راه عنده عملية وما عندناش باش نديروها. الله يجازيكم بخير، شوفوا من حالتنا، شوفوا عيشتنا، شوفوا الحالة على الحالة توريكم. الله يرحم الوالدين، شوفوا من حالة هاد الوليدات راه ما عندي اللي يخدم عليا، راه ما عندي اللي دخل عليا حتى جغمة تاع الماء، ما كاينش اللي دخل عليا حتى طوبة ديال السكر. الله يجازيكم بخير اخوتنا المسلمين، اخوتنا المغاربه، الله يرحم الوالدين. لما نشوف فيها السيد راه محتاج لي ومحتاج ليا ومحتاج لوليداته ووليداته محتاجين لي. الله يرحم الوالدين. لما نشوفو من جهه هذا المسكين الله يجازيكم بخير. وسميه راه سميتو مبارك الشفري، وانا يا مرتو خديجه، ورقم الدار 252، وحنا ساكنين جوج ديور هنا. الله يرحم الوالدين، كله ساكن بوحدو وانا ساكنه في محلي والناس الاخرين معايا في محل. الله يرحم الوالدين. هانتوما شوفوا الوريقات السيد. الله يرحم الوالدين اللي بغيتو تعاونوا معايا السيد. الله يجازيكم بخير، وشوفوا من حال هاد الوليدات راه ما عنديش فين نمشي وما عنديش المعامل عاد من اللي وقف ليا مع هاد الوليدات. الله يجازيكم. هانتوما حال راجلي، شوفوا شوفوا انتم حالته. حيدي يا ريك وديري الاخرى. انتم حال راجلي، شوفوا الله يرحم الوالدين. انتم حال راجلي، الله يرحم الوالدين. شوفوا من حال هذا المسكين، الله يجازيكم بخير. الله يرحم الوالدين، اخوتنا المغاربه، اخوتنا المسلمين اللي بقات لكم هذا الراجل. شوفوا من حالته، شوفوا من حال هذا الوليدين، شوفوا حالتنا، شوفوا عيشنا. مصايبين من ناكلو، مصايبين ما قادين ناكلو. انا نشرتو مسيدي شحال تاع الوراق. هانتوما سيدي الله يرحم الوالدين، هانتوما ما كنعرف فين نجي مع اللي خطاني هو نموت بالجوع. الله يرحم الوالدين، لما خرجني شو ورا لي ما نخرجش. الله يرحم الوالدين. هانت سيدي ها التلفازه تحاليل كلشي، هادشي ما منه والو. تحاليل منين نمشيو باطلين نكبو الما في الرمله. هانتوما هانتوما سيدي، هانتوما باش ندير الشيمي وباش ندير الإشعة. وهذا جهدي علي، راني كنمشي ونجي السبيطار حتى واحد ما بغى يساعدني، حتى واحد ما بغى يوقف معايا. الله يرحم ليكم الوالدين، لما وقفوا معايا الله يسهل عليكم. لا شوفوا الحالة هاد الراجل وهاد الوليدين. الله يرحم الوالدين، راه حنا معايشين عيش مقهورة، والراجل تو زيد علينا مريض في هذاك السلطان، ما بقيناش اللي نوقف معانا. الله يرحم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. ما تنسوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.